يا من محافظة حلب. السلام عليكم أخي أبو مجاهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أبو مجاهد، لو توصف لنا المشهد الميداني لديكم اليوم في محافظة حلب، يعني كما يقال بحلوه ومره، تفضل. نعم، اشتباكات عنيفة تشهدها مدينة حلب بين الجيش الحر وقوات النظام من جهة، والجيش الحر وما يسمى بتنظيم داعش أو دولة العراق في دولة العراق في الشام. يعني على نبدأ على الصعيد الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في مدينة حلب، نبدأها بجبهة الشيخ سعيد، حيث استطاعت الجبهة الإسلامية بالتصدي لقوات النظام عندما حاولت التقدم على تلك الجبهة، وقامت بنصب كمين قتلت فيه ما يقارب عن 20 عنصر من قوات النظام. بعد اشتباكات عنيفة لا تزال هذه الاشتباكات مستمرة حتى الآن بين عناصر الجبهة الإسلامية والجيش وقوات النظام في منطقة الشيخ سعيد. أيضا الجبهة المهمة اليوم في مدينة حلب هي جبهة النقيرين وحي الشيخ سعيد، بعد استطاع عن الجيش النظام التقدم إلى التقدم في جبهة النقيرين، حيث دارت اليوم اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام المتواجدة هنالك، في حين الجيش الحر استطاع صد محاولة تقدم قوات النظام في جبهة الشيخ سعيد. أيضا دارت اشتباكات في تلك المنطقة بين الجيش الحر وتنظيم البغدادي في تلك المنطقة، في نفس الوقت التي تجري فيه اشتباكات مع قوات النظام الذي يحاول جاهدا التقدم لتلك المنطقة لقطع طريق الإمداد، لقطع الطريق بين المناطق الشمالية بالريف حلب الشمالي ومعبر باب السلامة. لما على الصعيد الاشتباكات والتوتر الحاصل بين تنظيم دولة العراق والشام وبين الجيش الحر وجيش المجاهدين بريف حلب الغربي والمنطقة الغربية عموما، اليوم صباحا وحتى هذه اللحظات دارت اشتباكات عنيفة وعنيفة جدا بين جيش المجاهدين وتنظيم داعش، حيث استطاع الجيش الحر وجيش المجاهدين استعادة السيطرة على بلدة أورم الكبرى على حد تعبير جيش المجاهدين من قوات تنظيم دولة العراق. أيضا جرت اشتباكات عنيفة وعنيفة جدا أيضا في منطقة بلدة عاجل إحدى قرى بلدة عنجارة، واستطاع جيش المجاهدين تحرير عدد من المناطق في محيط هذه البلدة من الجمعيات السكنية التي كان يقطنها هذا التنظيم. أيضا في بلدة بصراطون القريبة جدا من بلدة عنجارة أيضا هي الأخرى، استطاع جيش المجاهدين أيضا السيطرة عليها، ولكن تدور اشتباكات في المناطق التي فر إليها عناصر تنظيم دولة العراق في المناطق الجبلية من تلك المنطقة، ولا تزال المنطقة تشهد حالة من التوتر بين كلا الطرفين. وأيضا لا يفوتنا أن نذكر أن هنالك أيضا اشتباكات كانت قريبة من الفوج 46 في محاولة كانت للجيش الحر استعادة بسط سيطرته على هذه البلدة. في قبل ساعة من الآن هنالك حصل تفجير في على مفرق بلدة عويجل التي هي بموازات بلدة أورم الكبرى بعد تفجير سيارة مفخخة، عزي هذا التفجير إلى من قبل جيش المجاهدين أنها مصدر هذا التفجير هو سيارة مفخخة أرسلت إلى حاجز للجيش المجاهدين في مفرق عويجل، وقد نتج عن هذا الانفجار من السيارة المفخخة استشهاد عنصر من عناصر جيش المجاهدين وسقوط عدد من الجرحى. أشكرك جزيل الشكر أبو مجاهد الناشط الميداني والإعلامي ومراسل شبكة شام، كنت معنا من حلب، تحدثت إلينا بمزيد من التفاصيل.